ساعات قليلة تفصل حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات بالشرق الأوسط عن انطلاق أولى الفعاليات الترفيهية المصاحبة لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2021 التي تستضيفها حلبة البحرين الدولية سنويا، حيث تقام جميع هذه الفعاليات الترفيهية وفق التطبيق الشامل للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الحلبة لضمان استمتاع الجماهير بأجواء الإثارة في سباق فورمولا 1 وسط بيئة آمنة. وفي سياق متصل، أعلنت الحلبة أنها ستعتمد اعتبارا من العام المقبل استخدام المصادر المتجددة للطاقة، حيث سيتم الاعتماد الكلي على الطاقة البديلة عبر مصادر مستدامة تغطي كافة احتياجات الحلبة خلال فترة السباق وما بعدها.